لو اتفرجت على مسلسل اللعبه فهتلاقي شخصيه زي باسيوم المالط. كل ما بشوف السيد بيسو بوسيماني واقف على الخط بفتكر دايما باسيوم المالط، مش عارف ليه، يعني بحس ان هو يعني هما الاثنين شبه بعض في حاجات كتيره قوي. تقعد تتفرج على الاهلي جوه الملعب، هل الفريق بيمتاز بالروح العاليه والروح القطريه علشان خاطر الفريق عايز يكسب؟ اطلاقا عادي جدا، ما عندهمش اي مانع ان احنا ممكن نكسب نتغلب نتعادل روح فانيلا والكلام الفاضي ده ما بقاش بتاعنا. طب هل الفريق مميز جدا تكتيكيا جوه الملعب؟ برضو اطلاقا الفريق ملوش اي ملامح خالص. طب هل الفريق بيقدم اي جمله تكتيكيه في الحاله الهجوميه وهو معاه الكره؟ برضو اطلاقا ما بيقدموش اي حاجه، كلها حلول فرديه. طب هل الفريق قوي جدا 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 دفاعيا وهو بيتعمل عليه ضغط واللعيبه بتاعته بتكون واقفه صح وعارفه كويس قوي ان هي تلعب زوم وتقفل خطوط؟ احنا ما نضحكش عليك برضو لا. طب هو موسيماني قوي في ايه جوه الملعب؟ والله عشان ما اضحكش عليك، هي الواحد بقى له 15 16 ماتش كده بيدور على ايه نقطه موسيماني القويه تكتيكيه او ايه هي الحاجه اللي بتميز بس موسيماني كمدير فني الاهلي. هي شويه توفيق مع اصرار من بعض من اللعيبه. يعني النهارده مثلا تقول كده ان اللي كان عندهم اصرار نوعا ما جوه الملعب كان اللاعبين الشباب اللي هو احمد رمضان بيكا من ناحيه اليمين ومحمد شريف. الراجل عنده توفيق عالي جدا قدام المرمى، ودي حاجه بقولها لك في كل فيديو، ان محمد شريف لعيب موفق جدا جوه المرمى. اتمنى ان انا اشوف تحتيه سرعات بتتمثل في كهربا ايام ما كان عايز يلعب كوره، وكمان طاهر محمد طاهر. كنت دايما بحلم بالثلاثيه دي لحد ما دلوقتي اتفاجئت ان خلاص يعني بقت اجايي ناحيه الشمال وحسين الشحات ناحيه اليمين. طب بالنسبه للسرعات لا اتضربت. طب ده مش مدرب كان بيحب السرعات في سان داونز و4 4 2؟ ده ضم باكاماني علشان خاطر باكاماني سريع. هل هو نفس المدرب اللي بيلعب في جونيور اجاي وكمان بيلعب بحسين الشحات؟ هتقول لي لا، ما بيحب يلعب 4 4 2 واجاي بيحب يكون مهاجم تاني ومحمد مجدي قفشه بيكون مهاجم تاني. مش هنشتغل بعض. انت بتبقى عارف الاله التكتيكيا جوه الملعب ايه اللي بيحصل اساسا، هي 4 4 2 ولا 4 2 3 1؟ مش هنقعد بقى نشتغل بعض ونقعد نطبل للراجل. انا عارف ان الراجل مكسبه للزمالك لحد دلوقتي مش منسي، وكمان الحكم بتاع النهارده كان هو اللي بيحكم ماتش النهائي. يعني الناس هتسيب المباراه النهارده والاداء السيء وتقعد تتكلم في القضيه؟ ممكن يا جماعه خلاص، ما احنا نتفق كده مع بعض ان فوز موسيماني على الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا هو الحاجه الوحيده اللي بتشفع لموسيماني على كل العك اللي هو بيعمله. النهارده بتلعب سيمبا التنزاني، على فكره سيمبا مش فريق منظم ولا فريق قوي جدا. سيمبا التنزاني هيكون حلم لاي فريق صعد تاني، لان الفريق ده حرفيا ما كانش هيصعد اول ابدا الا في مجموعه فيها الاهلي وفيتو كلوب وكمان المريخ والاهلي النسخه الحاليه. مع ان النسخه الحاليه مفترض انك بطل وبتدافع على رقبك، بس سبحان الله تلاقي ان انت سيمبا التنزاني هو الاول بتاع المجموعه بتاعتك، وسيمبا التنزاني جاي النهارده ملعبك عايز يكسبك. سيمبا التنزاني كان جاي استاد السلام عايز يكسب الاهلي. جوميز كان عايز يدي مسج لكل الفرق الصاعدين اللي هو يا جماعه احنا فرقه قويه بجد، احنا كسبنا الاهلي عندنا في تنزانيا وكسبنا وهنتعادل مع الاهلي او نكسب الاهلي هنا في مصر، اللي هو ايه الالحاح والفجر ده احنا ما عملناهاش احنا كابطال يا ملعب. عشان قلت لك الافارقه بيجيبوا الاجانب عشان يطوروهم، احنا رحنا نجيب واحد افريقي يطورنا، عايز ايه؟ طبيعي انك تلاقي ان الموازين كلها مختله. كسبنا بجون النهارده من مجهود غير طبيعي لمحمد شريف، الراجل بيتوج مجهوده بهدف كله بيحسب ليه، وبعدها بتلاقي الشوط الاول سايب. طب يا جماعه بقى نقدم الشوط الثاني كويس، يعني معروفين ان احنا فرقه بنلعب شوط واحد. لا، ما احنا النهارده قررنا بقى ان الشوط الاول هنلعبه كويس علشان خاطر نجيب الهدف الاول، وبعد ما جبنا الهدف الاول ريحنا. طب هو كده المشكله فين؟ يعني احنا كنا بنقول المشكله ان الاهلي بيخش الماتشات متاخر، دلوقتي المشكله بسم الله ما شاء الله ان الاهلي جاب جون بدري ودخلنا الماتش سيئين الشوط الثاني، اللي هو يا جماعه طب هي المشكله فين بجد؟ حرفيا ما حدش فاهم اي حاجه يا جماعه. طب نجيب الثاني والثالث بقى، مش كسبونا واحد عندهم احنا نيجي نكسبهم واحد وخلاص. طيب يابا طيب يا جماعه بالنسبه للرسائل اللي احنا بنديها للفرق اللي صاعده اوائل، لا رسائل اللي احنا كده كده ابطال افريقيا وهنعمل بروباجندا عظيمه وهنتكلم على موسيماني واللقطه اللي عملها مع اللعيب بتاع سيمبا التنزاني وقد ايه الراجل ده خلوق وقد ايه الراجل ده عطوف. طب بالنسبه يا جماعه شغله جوه الملعب، شغله جوه الملعب يعني انا بنتكلم على الراجل عطف وبنتكلم على الراجل محترم وبنتكلم عن الراجل كويس وزي الفل، عايزين تركزوا معايا وتكتيك وكلام فاضي مني، ما تحمدوا ربنا انكم بتكسبوا. او انت بتحمد ربنا انك بتكسب برغم سوء الاداء وبرغم العك اللي بيتقدم، بس ممكن تعمل لايك برغم ما جاتش على اخوك اللي بيروح بقاله خمس دقايق اتفرج على عك مع موسيماني كل ماتش وكل ماتش اسوء من اللي قبليه، فما جاتش على اخوك.